بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الخامس. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نحل تمارين كتاب النشاط للوحدة الأولى، والوحدة الأولى هي بعنوان استقصاء نمو النبات، وكنا قد شرحنا سابقا كتاب الطالب. اليوم إن شاء الله نبدأ بشرح كتاب النشاط. التمرين الأول طبعا هنا عنوان الدرس البذور. سنراجع في هذا التمرين ما تعرفه ستراجع في هذا التمرين ما تعرفه عن البذور. الآن لاحظوا، هنا عندنا فتاتان طالبتان، الأولى ليلى، هذه ليلى. لاحظوا هنا، هذه الطالبة ليلى، تقول هنا، تخاطبها: يا ليلى، اليقطين عبارة عن فاكهة. الآن ماذا تقول ليلى؟ إنه ليس بفاكهة يا مروة. إذن هذه اسمها مروة، إنه ثمرة، فاليقطين مذاقه ليس حلوا. الآن نأتي إلى الأسئلة. أي الطالبتين محقة بشأن اليقطين؟ يعني هل اليقطين هو عبارة عن ثمرة أم هو عبارة عن كما قلنا، هل هو ثمرة أم ليس بثمرة فاكهة؟ نأتي الآن إلى الإجابة. أي الطالبتين محقة بشأن اليقطين؟ أذكر السبب. ليلى على صواب، إذن هذه الطالبة هي التي قالت الإجابة الصحيحة عندما قالت: لأن اليقطين ثمرة. إذن اليقطين هو عبارة عن ثمرة. لماذا؟ فهو يحتوي على بذور. إذن فهو يحتوي على البذور، هذا هو السبب، فالثمار تحتوي على البذور. السؤال الثاني: اكتب الحرف الدال في الجدول على وظيفة كل جزء من أجزاء البذرة المشار إليها في الشكل الآتي. إذن سوف نتكلم الآن عن أجزاء البذرة. لاحظوا هنا، هذا الجزء يسمى ماذا؟ يسمى مخزون الغذاء. إذن ألف مخزون الغذاء. أما باء هذا الجزء، لاحظوا هذا الجزء فهو عبارة عن غلاف البذرة، ووظيفة الغلاف هو يحمي البذرة. أما الجزء جيم، لاحظوا هنا جيم، هذا هو ماذا؟ هذا هو الجنين. ودال، هذه الندبة التي تكون موجودة في البذرة. الآن ما هي الوظائف؟ الآن وظيفة الجزء ألف وهو مخزون الغذاء، ما هي وظيفته؟ يمنح البذرة الطاقة للنمو. ما هي وظيفة غلاف البذرة؟ باء. نأتي هنا إلى باء، الوظيفة هي يحمي البذرة. ما هي وظيفة جيم الجنين؟ جيم الوظيفة هي ينمو ليتحول إلى نبات جديد. أما وظيفة الجزء الندبة دال، فيعمل على ربط البذرة بالثمرة. نأتي الآن إلى الدرس الثاني وهو بعنوان كيف تنمو البذور. في هذا التمرين سنفكر في مراحل إنبات البذرة. إذن سوف نتكلم عن مراحل إنبات البذرة. الأشكال الآتية توضح مراحل إنبات البذرة. لاحظوا هنا عندنا مجموعة من الأشكال نريد أن نرتبها. ما هي المرحلة الأولى، ثم الثانية، الثالثة، وهكذا. إذن هذه، انظروا، هذه هي المرحلة الأولى. هذه المرحلة الأولى عبارة عن ماذا؟ لاحظوا، ينفلق غلاف البذرة. إذن مرة أخرى هنا انظروا، ينفلق غلاف البذرة، هذه المرحلة الأولى. الآن ما هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية هنا اثنان، لاحظوا، ينمو الجذر الأول، لاحظوا ينمو إلى الأسفل، الجذر الأول ينمو إلى الأسفل. إذا هنا ينمو الجذر ينمو الجذر الأول، إذا اثنان هنا. ثالثا، المرحلة الثالثة هذه، لاحظوا ما الذي يحدث على للبذرة؟ بدأ الجذر الأول بالنمو أكبر وأكبر، ثم بدأ الساق. إذا الإجابة الثالثة، ينمو الساق الأول. إذا ينمو الساق الأول، هذه هي المرحلة الثالثة، ينمو الساق الأول. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ انظروا هنا، ما الذي بدأ؟ كبرت البذرة وخرجت الأوراق الآن. إذا نقول المرحلة الرابعة، تنمو الأوراق الأولى. إذا تنمو الأوراق الأولى. في المرحلة الخامسة ما الذي يحدث؟ في المرحلة الخامسة تكبر الأوراق وتذبل البذور. إذا هنا تكبر الأوراق وتذبل البذور. لاحظوا هنا، بدأت الأوراق تكبر أكبر من المرحلة الرابعة، ولاحظوا هنا البذرة كانت ما زالت موجودة، لكن هنا ذبلت وصغرت واختفت البذرة. نأتي إلى السؤال التالي:
هل هناك أي مرحلة مفقودة من مراحل الإنبات؟ إذا كان الأمر كذلك فما هي المرحلة؟ المرحلة المفقودة التي لم تذكر هنا في هذه المراحل وهي مرحلة امتصاص البذرة للماء، تمتص البذرة الماء وتنتفخ، إذا هذه هي المرحلة المفقودة. نأتي الآن إلى تمرين 1 إلى 3 وهو استقصاء عملية الإنبات. أجرى طلاب الصف الخامس استقصاء عن الإنبات، وقلنا معنى الإنبات هو عملية نمو البذرة، فقد وضعوا البذور على قطعة قطن مبللة داخل أكياس بلاستيكية، ثم وضعوا الأكياس البلاستيكية في أماكن مختلفة. استخدم التمثيل البياني بالأعمدة للإجابة عن الأسئلة حول إنبات البذور. لاحظوا هنا وضعوا كيس يوجد فيه بذور، هنا إذا لاحظوا هذا كيس وضعوه هنا، الكيس الثاني هذا كيس وضعوه هنا أيضا، ووضعوا أيضا كيس هنا على الطاولة، وأيضا تم وضع كيس هنا بذور في الدرج. إذا لاحظوا مجموعة أكياس في أماكن مختلفة. نأتي الآن إلى السؤال، قام الطلاب بفحص البذور بعد 3 أيام، إذا المدة بعد 3 أيام. يوضح التمثيل البياني بالأعمدة النتائج التي توصلوا إليها. لاحظوا هنا عندنا عدد البذور المنبتة يعني التي نبتت، وهنا مكان وضع البذور. البذور التي تم وضعها في المجمد وهو هنا يعني في مجمد الثلاجة، كم عدد البذور التي نمت؟ لم تنمو أي بذرة. أما التي وضعت في الثلاجة فنما منها 4 بذور كما تلاحظون هنا، 4 بذور. أما التي وضعت في درج الطاولة 9، وأيضا على الطاولة 9 بذور. نأتي الآن إلى الأسئلة، أين نبت أكبر عدد من البذور؟ كما تلاحظون في درج الطاولة وعلى الطاولة، لاحظوا هنا في درج الطاولة 9 وعلى الطاولة أيضا 9 بذور. أين نبت أقل عدد من البذور؟ في المجمد وهو الفريزر، حيث لم تنمو أي بذرة في المجمد. اقترح سببا وراء إنبات العدد نفسه من البذور في درج الطاولة وعلى الطاولة، يعني لماذا نبت 9 بذور على الطاولة و9 بذور في درج الطاولة؟ حصلت البذور في كلا المكانين على قدر كاف من الماء والهواء والدفء، وهي العوامل اللازمة لإنبات البذور. السؤال الرابع، بما تخبرك النتائج حول الظروف التي تحتاجها البذور للإنبات؟ إذا نتكلم الآن ما هي الظروف التي تحتاجها البذور كي تنمو وتنبت. لا تحتاج البذور إلى ضوء لإتمام عملية الإنبات، ولكن تحتاج إلى ماذا؟ إذا تحتاج إلى دفء وماء وهواء. السؤال الخامس، تنبأ بما سيحدث لعدد البذور التي نبتت في درج الطاولة إذا قمت بسحب الهواء من الكيس البلاستيكي الذي وضعت البذور داخله، يعني لو سحبنا الهواء من الكيس الذي تم وضعه في درج الطاولة، ما الذي سوف يحدث لهذه البذور؟ طبعا بكل تأكيد سوف تموت، إذا لن تنبت أي بذور لأن الهواء من عوامل الإنبات، فإذا لم تتعرض البذور للهواء فسوف تموت. نأتي الآن إلى الدرس التالي، ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟ إذا في النشاط السابق هنا ماذا يحتاج؟ ماذا تحتاج البذور لكي تنمو؟ هنا ماذا يحتاج النبات بعد أن تنبت البذرة وتصبح نباتا، ماذا يحتاج هذا النبات لكي ينمو؟ في هذا التمرين سنفكر فيما يحتاجه النبات لكي ينمو، إذا هذا هو ما الذي يحتاجه النبات كي ينمو. السؤال الأول، لم ينمو نبات الطماطم الخاص بليلى بشكل جيد وتبدو أوراقه صفراء اللون، اقترح عليها إجراءين يمكنها فعلهما للمساعدة في نمو نبات الطماطم الخاص بها على نحو أفضل. يمكنها ماذا تفعل حتى ينمو الطماطم بشكل أفضل؟ أولا ري النباتات بالماء، يعني أن تسقي هذه النباتات بالماء، وأيضا تضعها في مكان مشمس. إذا هذه طريقتين، الطريقة الأولى الري، والطريقة الثانية أن يتعرض النبات للضوء فبعد ذلك ينمو بشكل أفضل. السؤال التالي، لاحظت ليلى أن العديد من النباتات الموجودة في حديقتها تنمو في الظروف الدافئة، إذا الظروف الدافئة هي من أفضل الظروف لنمو النبات أكثر من الظروف الباردة، أعطي سببا
إذا نقول لماذا تنمو النباتات في الأماكن الدافئة أكثر من الباردة؟ لأن النباتات تحتاج إلى الدفء لتنمو بشكل أفضل. السؤال الثالث: العوامل اللازمة لنمو نبات ليلى في الصناديق المجاورة. الآن ما هي العوامل التي تؤدي إلى الإنبات بشكل أفضل؟ الدفء، فالنبات يحتاج إلى الدفء ويحتاج إلى الضوء والماء وكذلك الهواء، فهذه عوامل نمو النبات. نأتي إلى الدرس التالي وهو النبات والضوء. في هذا التمرين سنفكر في استقصاء النبات والضوء. أجرى مازن وقاسم استقصاء لاكتشاف إمكانية نمو النبات في الظلام من عدمه، يعني هل الهدف من هذا الاستقصاء هل ينمو النبات في الظلام أم لا ينمو؟ فماذا فعل؟ فقام بري النباتين وقياس طولهما وقياس طولهما. يوضح التمثيل الخطي النتائج التي توصل إليها. لاحظوا هنا عندنا عدد الأيام من اليوم الأول إلى اليوم السادس عشر، وهنا كم طول النبات في كل يوم من 0 سنتيمتر إلى 24 سنتيمتر. لاحظوا هنا الشكل، هذا النبات ألف، وهذا الخط المقطع النبات باء. نأتي إلى الأسئلة. صف باختصار كيفية قيامهما بإجراء الاستقصاء لجعله اختبارا عادلا. إذا كيف جعلوا الاختبار اختبارا عادلا؟ يجب استخدام نباتين متماثلين في الحجم والشكل والمظهر الصحي، ويجب حصول كلا النباتين على نفس المقدار من الماء. بهذه الطريقة يصبح الاختبار عادلا. الآن سؤال ثاني: ما طول النباتين في بداية الاستقصاء؟ لاحظوا 10 سنتيمتر. لاحظوا هذه النبتة انطلق من هذه النقطة، النبات ألف والنبات باء، إذا 10 سنتيمتر. السؤال التالي: ما طول كم مرة قام بقياس طول النباتين في اليوم الأول ثم كل 3 أيام؟ لاحظوا هنا قال كل 3 أيام. هنا كما نلاحظ اليوم الأول وبعد ذلك كل 3 أيام. لاحظوا هنا اليوم الرابع ثم اليوم السابع بعد 3 أيام، وبعد 3 أيام ثم في اليوم العاشر، وهكذا. إذا نأتي إلى السؤال الرابع: ألف، ما النبات الأكثر نموا؟ هل النبات ألف أم باء؟ النبات ألف. لاحظوا هنا النبات ألف، وصل هذا النبات ألف الخط المتصل، ووصل طول النبتة إلى كم؟ إلى 22 سنتيمتر. الآن كم وصل طوله؟ كما قلنا 22 سنتيمتر. هل كان هذا النبات موضوعا في الظلام أم في الضوء؟ اشرح كيف عرفت ذلك. طبعا النبات ألف موضوع في الضوء لأنه نما بشكل أفضل، لأن الضوء يساعد النبات على النمو بشكل أفضل. الآن اكتب نتيجة للاستقصاء. الاستقصاء والاستنتاج الذي استنتجناه من هذه التجربة: لا تنمو النباتات بشكل أفضل في الظلام، أو نستطيع أن نقول تنمو النباتات بشكل أفضل في الضوء. نأتي الآن إلى المراجعة اللغوية. يتحقق هذا التمرين من مدى استيعابك للمصطلحات العلمية المستخدمة في هذه الوحدة من الشبكة أدناه. أوجد المصطلحات التي تحمل هذه المعاني. لاحظ هنا جزء من النبات يمكنهم النمو إلى نبات جديد، هو البذرة. نبات صغير داخل بذرة ينمو إلى نبات جديد، وهو الجنين. الغطاء الخارجي الذي يحمي البذرة، غلاف البذرة. العوامل التي تؤثر في نمو النبات مثل درجة الحرارة والتربة والضوء، هذه تسمى ماذا؟ الظروف أو العوامل. عندما تبدأ البذرة في النمو، هذه تسمى الإنبات. إدخال مادة كإدخال الماء للنبات عن طريق الجذر، إذا هذه يمتص، هذه عملية الامتصاص. تصبح صغيرة وجافة للغاية، يعني تذبل. شيء ما يسبب التغيرات، وهو العامل. شيء لازم لنمو النبات وليس البذور. الضوء، قلنا الضوء مهم لنمو النبات ولا يعتبر مهما لنمو البذور. يا يوفر الطاقة اللازمة للإنبات، وهو مخزون الماء. وكما تلاحظون هنا تم اختيار جميع هذه المصطلحات التي كتبناها سابقا هنا ووضعنا عليها، مثلا هنا على سبيل المثال يمتص، وهنا على سبيل المثال الجنين، وهكذا. الآن بهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حل تمارين الوحدة الأولى في كتاب النشاط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.